طاحه الناشف والطورطيه ناشفه. واش بغيتي دابا؟ تنكمل اللايف. المهم هذيك ناشفه وهذيك ناشفه ما يجيوش مع بعضياتهم. طاحه بالك شي حاجه باش نغمس. تفضلي واش كتجري هكا؟ ديري لي تكتك كتكون حارة في الحار. مزيان كتسوني كتجري. نوريكم واحد الحاجة شوفوا. بون الناس اللي كتعرفني كيعرفوا بلي انا شي حاجه اللي شي واحد انسان اللي كتموت على الفطور. الفطور والفطور خاصني جو دو بيان مونجي فوار تري تري بيان مونجي ماشي بوكو حيت بزاف كيكتبوا ليا كتضلي كتسرطي. انا ما كنسرطش ولكن كيعجبني ناكل داكشي بنين. راه جا في ما كوموند اونكور اون فوا شي كنز بلي تخوك لا نوفيل كوليكسيون ديالها مبسوطة فيا الحقيقة. انا ما شتونيش ما خرجتش ما بنتش لا في ستوري لا في والو. هاكي شوفي شوفي الكامومين هادي تيزان اونتي ستريس. المهم كنقول لهم انا يجمعوا لي كل شيء ديال على حسب على حسب لا سيزون شنو فيها فهمتوا. شوف هاد الشيء اذا ما حطيتيهش ف شوف تعرض على شي حد بتشيكي على شي حد. كتحط في الفطور سي جوست مانيفيك تبارك الله عليها وخلاص. نسولك كيفاش ما كتوحشيش بنتك ما عطاك مصيبه. يلا هذا لي بلانت اروماتيك بارفومي بلو تي ماروكا. كل دقيقه كنسولك ورا غير بلوكيك. هذا كل شيء حد ما كيتوحش. الله يعطيك السيدة البارح كنت كنقلب على الطيارة باش نمشي. زوين انا غير دفا غادو هادشي هكا ديري انا بحال شي دريه صغيره. ريكارد الزعفران زغبه خصني نخبي هادشي على هاديك الجحومه ديال اختي. يلا راسك خاوي يلا يعطيك هادشي اللي في راسي نتي انت وخوتي. يا ريت يكون راسي خاوي. اسئلة شخصية كيحلو لك باب 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 المعدة ديالك. نساو القلب بعدا شنو فيه يحلو لك باب المعدة ديالك ويدخلو ويدخلو لك الأحاسيس الزغزوغ تندغنوغ تاع البعبوع ديال أمك الكلب. ما يعرفوك انتي باكية بهذا الموضوع ما يعرفوك مريضة بيه ما يعرفوك سير اختي. انا غايب على داري وعصر جليلي انا راه مرا كنصحاب كاينه يا تكبر وشات لي دوره من بلدان من بلاد البلاد. انا المسؤوليه اللي هزه كاع الدار الراجل. سير سير عطاونا كما الصلاح داك مصيبه. هذا املو لايت اوكي. هذا هو باش كنت كنصاوب البيضات. هذا كنديو كنجيبو وكنرمي فوق منه
اومليطه كيس بلاش. شوف شنو كان دي. اجي 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 نبدا نعطيك واحد الطيطه ما سيتوب فطري فتحي لينا الشهيه حتى نفطر نجي لكم هادشي اليوم ستوري. دابا انا عندي واحد المشكل معاك مالي. دابا شوفي بغيتي نشوف اش غادي نجبد من الفطور عاد باش هذا شنو عطو ما تنساش الا هذا التمر. شوفوا ما شاء الله عليها الله يحفظ عليا مسكينه. اشنو درتي ليا؟ قلت لكم ديري ليا والو هكا انا فمي قلتها لك فاش البارح ايه وفين الخبز؟ ما قتل الاخر الساعه تنسخن اوكي ونشوف باش بغيت نفطر هنايا. هذا الفلفل الروج غندير لكم ستوري باسكو غتبقاو تقولوا لي فين هو داك الشيء. بغيتي شو كما كان الضو ماشي مبلوكي بلا تطلع لي هاد الكلبه يجي معرفش كيفاش كتعيشو. هذا العسل شوف لك هذاك الحوف شوف لك هذا الشعر الخشوف خلاص كي صابحه بحال بيت بالكوميساريه الزاج غير هكا شوف زحتها فوق الطاوله فوق الطاوله حيت غنبغيها. بغيت يرس لي الضفر دابا بنتي الضفر كنضفر ماشي هذا الثاني هذا الكمون اللي يابس الكمون البلجي تبداي تحطيه هكا فوق الحريره وداك الشيء. يا اختي يا اختي يا اختي هذا ماشي اشهار البنات هذا هذا سي ان باني اللي كان كنكوموندي دو فوا باغون مره قبل من رمضان اين ولا دو جو قبل من رمضان بوغ لي تروك ديال رمضان ومره كي كيخرج الصيف. هذا العام تعطلت خدمي بلوك شويه كاين خاصك تفطري بطري طرت الشغل هادو هادو دجيشه نتاعت الحريره نيت ما بقاتش عندي. هادو هادي لا طابوناد ها هي هي باش كنفطر شتو او دابا بلاتها صافي جيبي لي ما ناكل عافاك البنت اللي ساكن انا وياك في الدار وكنشركوا الطعام. هذا الخزبور حبوب مولان الخزبور حبوب زاد بزاف اللي يدخل كنز لا ميور سي لا ميور صافي ما كاين كاين لنا ولا حتى هادي غتكون زيت العود اختي جابون هادي شنو هذا املو اليمونتيغ ليمون داكو شوية تأملو روح طيطو هدا أنا بصراحة طابلة الفطور جاي شي حاجة مهمة هاد الزيت القراعي لي فلاكون سيف بارك الله ما شاء الله ندير على شي 100 ستوري اليوم تستاهل اختي شلون كوراج هاد المره بغيتي تناكل يلا عطيني بغيت ناكل جاني الجوع.
بس الفطور شوفي هادو شحال زوينين ديال الفطور جداد ها كيزيد هادي الزيت الجديد نغسل يدي من هاد الميكات اللي قصت عشان نقول لك حيتو هذا بغيت نشوف واش كاينه طوماط شهيته مع الصباح بغيتي نشوف اش كاينه ديك مطيشه عرفتيها كاينه تما ما بقاش شدي هاك ما نورمال هو بقى هذا هو في ليست هادشي شتبه ليا صافي خلي ما تستبه ناكل على لاطاب هاد الزيري اش نزيد شوفي كتبغي نقولك زير بونجور كومونديتي ليا حيت ال غيبون با ما كومونديتش لك انايا كمون دغيري دغي نيد متوقع تخبي وجهي نفس مراكش وجهي مش لكاس نيد عبتاد بطلحان كتحرشني عليك قلت لي ما نطلع وين الكازا نخبي كل شيء هنا هي اللي قلت لي انا كخصني نسمع ليها هي اللي كتوكلني بارح كنت مريضة وبقات معايا اللي بغات تهلا فراسها تهلا فراسها في قنقوحها قلت لك دير ليها بيضة هاك اجي اجي كولي انت هاد البيضة كنز تيغوار في 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 ديال اكادير كنشاركها معاكم دابا ابي يطيح وبطيح على التليفون بغيت دير كارثه وبغيت نوض انا وياك ويسمعوا بوم بق بوم انا وياك وبغيت نحرك وما الا حرقتيني كي خويا هذا خو كنت كتسربي ليا نيا دابا ندوقك صاحبتي هاد بنت الحرام قالت لي ما ندوقكش صافي تصالحتك لا كولي وقلت لي معايا صافي لي داك البيت باش نجي شوية حتى تفطري بغيت معلقة صغيرة رقديت بها حوايج أخرى سيرة سكينة الله ينور طريقك ويحل كلامك ويجي لك طريق الدق يا ربي آمين يا ربي آمين لا بوغي بالبطاطا نو كندير غير الجبن وبيضه وكندير بها لا بيغي تقدروا ديروها لوليداتكم وديروهم دي تارتان تارتين بحال ما هادي بحال هكا جادور انا كيعجبني هكا ما كناكل ديك الماكله حتى نبجغها هكا ما عندكش طابوناد ديال الزيتون صوبها في الدار بوحدك باسكو كتباع هي غاليه ديال الزنقه كيديروا فيها لي زونشوا الكابخ زيت العود الثومه الزعتر لا تابوناد
La tapenade, c'est un truc, c'est la purée ou la ou la le mélange ديال الزيتون. تابوناد ما عرفتش كيفاش نقولها لكم. زوينه والله الا زوينه. الصباح تحطيها مع زويته بلديه هكا الوليدات اللي ما كياكلوش لك الزيتون. ما ديريش فيها الملحه حيت الكابخ فيه الملحه ولي زونشوا فيهم الملحه. ما كتخسر ما والو. صاوبيها في القرعه وديريها رغنيها بالزيت وديريها في الثلاجه وصاوبي لولدك ولا داك ولد الحرام طراجلك الساندويتش. سي كوا سو نيفو بوركو تو ريغارد لو لايف ملي ما كتعجبكش خليها اختي. ديري تابوناد في اليوتيوب وصاوبيها في الدار بلا ما تشريها. راه غالية. عندك لي مويان هادوك كاع لي شوب لي خديها من عند كنز من عند هاد الماركة كنز. شي واحد يطاقي لي يدخل لاباج كنز ويشوف مزيان كيفاش مكتوبة كنز تغواغ ويحطها لي باش نإبنكليها. ما كاين لي بيعطيك الطريقة ديالها كدبع وشي كاولي باسكو هي سي اون غوتسيت فرونسيز. فوالا ني نابلستيج مختش فيها دابا ندوقك. هاهي دخلو عندها هادي كونز تيغواغ. شوفو عندها أي حاجة. عندها هادو سي ميلونج ديال لي زوليف سيشي لي زونيون سيشي و لي بوتيت طوماط. عرفتي هذا هادي كتجي لينا شهرين ونص. هادي شنو كندير؟ كنهز شوي كنديو نجيبو مع زويته العود ورمي عليها بيضات. اكسلونت. في الخارج ما كاينش علاش خارج عندهم كلشي. سيرو دوك لي سوبرات ديال الاوروبيين في الخارج. الخارجيين اللي كتكون عندهم ثقافه اوروبيه كيعرفوا العجب كيعرفوا اكثر منا. بعكس هما اللي جايين من اوروبا وقلتو كنقصو قنايات وداك الشيء. كاين البنات كاين في الخارج صوبيه في الدار. اي اون بلوس كنز تيغواغ كدير المعرض ديالها في دبي. فاش يكون المعرض غنقول لها تعلمني نحطها لكم. في قطر ما كاين والو. شي ما جيتش انا لقطر. انا ما مشيتش حتى شي بلاصه في الخارج من غير السعوديه. انا امتى عرفت هاد لا تابونات؟ فاش كنت كنخدم في الريستورون ديك الساعه عرفتها. تخيلوا كنت كنصاوب الشيف وكنجلس هو كيصاوب وانا شاده خبيز كندهن وناكل. انت غير قولي لينا شنو رايك في هذا الشيء اللي واقع. شو واقع؟ شوفوا نقول لكم انا ثلاث ايام زوينه في الدار نور راس العين. وقعش حاجه في الزنقه هنا وقعش حاجه في الزنقه والله ما عرفت والله ما خرجت رجليا وحتى طاش باب الدار كنت بريضة. كنت مريضة وسخانة. شات لاكام ديال الكوداري واعره بزاف. ما كاينش شي حاجه كتحطها لكم غلامور خايبه.
غير صوتك كيتبدل، ما عرفتش. نو ما كنشريش هكا البنات لا طابوناد، ماشي غير لي زوليف بوحدهم، لي زوليف والكابر و الثوم و لي زونشوا. ولكن راه ما يمكنش، نخاف انا نزيدكم تصاوبوها. اون فيت خاصك تديري القد ديال لي زونشوا اللي بيجي لك مع القد الزيتون، لانه كاينه الملوحيه، انا كنخاطر بالملوحيه. وغسلوا الزيتون مزيان، اللهم ينقصك الملحه ولا تكون مالحه بزاف. الخبز ملي شريتيه مول 25 درهم. غيثا نعم نقول فهمتي؟ الشاعر الراجل اللي كيبيع الطب، شكون هو راجلك؟ هنا في مراكش نمشي نشري من عنده. فين اختك كيبيع؟ نمشي نشري من عنده. فطرت وكملت وساليت كي درتي ليها خويا ايه ويلي كيف كي درتي فطرتي؟ وعرفيها فطورك فين داز؟ هافي خصك تعاودي. بسم الله عليك نعاود انا وصحابات حتى انت ما تبعيني عليها. انا عندي الشغل. ايش هي ايش عندك؟ انا وياك اشنو شكون اللي عايش معانا؟ منين انت تفيقي وانت فيك الفتنه؟ وانت جري 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 اش عندك؟ كان عيا كنقول اجا تفرج انا وياك في شي فيلم والو. غيتا اجا قلت حدايا نتعاودو والو، ما مسالياش عندي الشغل. اش من واش انا اختي عندي الزراب الرباصيين؟ واش عندي التلقان المراكشيين؟ واش عندي الريدويات بنطع؟ واش عندي البيوت كبار كتدخلي من واحد ما كتوهي ما كتخرجيش حتى كتدوري الدوره من الاخر؟ انا بط هنبت، انا الا سرحت رجليا مزيان غنخرج عند جاري غيبانو ليه ضفاري كيدير الروح هكا. وهي مشطونه فيها الفتان، ما عرفتش. راه عندي هانتي دخلتي هانتي خرجتي، تقدري ترجعي مع الشاريه كاع بعد النوم. هاد البارسمات اللي ولاو تيديرو قلت لحزق قريب قريب فرج الله. دابا انا دابا البارح دخلت كنقول واش نمشي لاساس اليوم ولا حتى لغدا ولا حتى الويكاند بخوش. بالكم دار زوينه هاد يا غير فراش قدام كنوجد انا داري ان شاء الله باذن الله. باقي
ندير لكم هذا العام غادي يكون فيه حويجات زوينين باذن الله. ما عرفتش واش لا ديال دابا بغي نجبدوها بالعنب باش تخرج لي اش من نوع تاتي لي مزيان اختي ما عرفتش الكوزينه ما كندخلش ليها باقي كنت كندخل ليها مبقيتش كندخل دابا انا اغلبيه الناس داخلين هنايا باش يشوفوا لي شنو باغي نهضر شي موضوع شتي هاد البلاد قسما يمينا بالله وتجرات بك الزربيه اي ما يعقل عليك شي حد قسما بالله شتي هاد البلاد الا تجرات بك الزربيه البلاد فكرتني في واحد المنظر فاش درت العمره ديالي الثانيه ديال رمضان فاش كتبي تمشي تصلي في الزربيه خضراء الا ما كنتيش سمراء مرمره ما تخرجيش حي يقدروا يقتلوك تما فوسط الجامع قسم بالله بالجهد اللي عند العيالات ترى عام الشوز في هاد البلاد اي ما كنتيش تحضي سواريك وتحضي ويلا حطوك في ريوسهم هذيك الساعه زايده ديال صاحبتي هي واحد النهار درت دوك حوايج تجاولها جمعي كلشي في الساك وهبطيهم الطوموبيل باش يكونوا ديجا في الطوموبيل اختي ما كليت والو صافي زين صافي ما تهدرش حتى حاجه خليك حنا ما بغيت حاجه انا نطيح لكم الطين بيتا نبكي حشت بنيتي شتينا مسوقة انا مسوقة انا والله خليك كله وهمه لو دار بيا الزمن داكشي كنتي ما كنقول لكم عمركم ما تاخذونا كاكزامبل لو دار بيا الزمن واش ندخل لهاد السوشيال ميديا ابدا 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 ميزون بلوي واش كياخذوا لي بخيف في خر العام وي وي تاجي بخصكم تعرفوا لو دار بيا الزمن ما نديرش بزاف د الحوايج ولكن سي كوم سا انا اختي ديما كتبكي انا والدي في الوان ودابا شوف دابا واش نقصو نبكيو على ولادنا ولا نسكتو نصبرو نخليهم يقراو ويعيشو عيش احسن من اللي عشناه حنايا ولا اش نديرو
السوبريز دوزي معايا الويكاند. هذاك الشيء اللي باغا ندير من قلبي. عندي واحد الغمه بحال ما توقع شي حاجه. شوف راه تا واحد ما لقاها كي باغيها. غا بنادم صابر وصافي. غادي نمشي ندير رياضه انجد تمشي ليه امك ان شاء الله. الله يعطيك مصيبه. نتوما مالكم كدعيو على بنادم بالحبس؟ الله يعطيكم كسيده ان شاء الله. دعي عليا انا بالحبس ما بالكش داكشي اللي مدوزت. الله يعطيك شي كسيده ان شاء الله. مشي ليه امك وباك وتواصلك الخانزين ابنت الحرام اجالسين وحالين دلقشكم. الله يعطي امك العذاب. حرق جين امك تفويخ على بشار جين امو. نتوما راه ماشي تخرجوا بنادم من الطوع ديالو. راه تخرجوا بنادم من 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 الدين ديالو تخرجوه. وكتجلس وحدك كتدخل كدعي عليك بالحبس. الله ان شاء الله سلتو حنا وتلبسو امك وتواصلك ان شاء الله باطل. مات كيف اجي افم وقول حسبي الله ونعم الوكيل. عطاكم هذا بالشديد. غيست بوزيتيف هاني اختي بغيت نغستي في بوزيتيف. هاني اختي جيبي لي داك التليفون بغيت نوريكم واحد الحاجه. لا اختي نزل مستواهم. ما نزلش مستواهم انا بنت كشيرين. ما نزلش مستواهم. نزل مستواهم تا نكمل معاهم ونطلع المستوى. الناس كتقص تدعي على الناس. اش كدعيو على الناس؟ ما فهمتش علاش كدعيو على الناس. شوفي البنت اللي عايشة انا وياك في دار وحده سميتها غيتا. فراسك هاد السميه ما كنحملهاش. علاش انت وحيده اللي كنحمل هاد السميه؟ سميه من كوبا. بغيت نقول لك شي حاجه. نمشي ندير الرياضه هي اللي بتخرج مني هادشي اللي فيا. هادي عرفتي ديك تصير ضربه بجريه. نمشي نتقدى لك شي حاجه دابا. ما بقيتيش تقدي وليتي تقلبتي. اشنو عرفتي كتقدي راسك حتى لك فين بغيتي نتقدى؟ لا قلت انا بغيت نتقدى. ايه فين قلتي نمشي البرج نسيتي امتى؟ البارح. ايوا هضرت البارح داس الباح والراس اللي ما يدورش كوجيا. ايوا رمانه برطان. هضري لينا على كيفاش البنات يكونوا قويات وما يعولوش على الرجال. لا ما يعولوش على الرجال. اه تدار بيهم الا ما عرفتش ما نصيبش ما نعرفش باسكو انا انسانه. انا ما قلت نوريكم حياتي الشخصيه بزاف ولا نوب وحده اللي وريتكم. ما دوزتش انا بزاف الرجال باش تعرفوا. نعرف الرجال نعرفهم صحابي رجال نعرفهم ولكن انا ما دازوش في حياتي ككوبل بزاف الرجال.
غير هو نقول لك شتي انا اليوم لو كان ما كنت قويه شتي اقسم بالله لك الا ما كنتش نهزكم وندخلكم شفتي شفتي فاش كتوقع لك شي حاجه كت لدرجه كتصرتي هذيك الحاجه والداخل بحال لاسيد عرفتي بحال لاسيد انا على 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 هاد عليها على على هاد الاحساس بلو دو ان اون دو انا تخيل انا اقسم بالله ولا ما كنكذب اش ندير يلا شتيري تبقى جالسه كتبكي ديري رياضه تفكرني انا بغيت نبدا رياضه دابا اليوم سي كوم سا الناس باغين كطيحي شي توقع لك اي حاجه خليك صامده اي حاجه اي حاجه واي حاجه تقدر انت تخيلها في دماغك شوفي شتي نقول لك واحد الحاجه شتي هذا الانسان اللي قدامك باش تاخذون اكزامبل واعر ما كتبعونش وتحلوا اللايفات مع الصباح بوغي شتي اي حاجه تقدر توقع يعني ت ت ت توقع لك طيح لك في دماغك طيح لك في دماغك يعني اي حاجه تقدري تقولي الله ينجيني صاحبتي وقعت لها هذه الجمعه هذيك الحاجه نتاع صاحبتك اكس صاحبتك ايغريك صاحبتك زاد صاحبتك جمعيهم كلهم والله تدازع لي انا ولكن اشنا طحت حنا ما خصكيش تطيحي حنا لاني غادي نطيح ومخليه الركيزه ولا لي غادي نطيح ونطيح مرتاحه و سي بوغ سا خاصكي تبقاي صامده حتى كيجا فرج من عند الله ما يمكنش براحة ما يمكنش نطيحو كاينين شي ناس في الدنيا ما عندناش الحق نطيحو ما عندناش الحق نطيحو ما عندكش الحق تطيحو ما عندكش الحق تطيحو عندك صحابك واش الناس غادي يقولوا مسكينه شي انا نقدر نقول لك اللي بيقول مسكينه نتوما انتوما اللي ما كنعرفكمش انا اللي كنعرفها سماياتكم اقسم بالله اما الكمامر اللي كنعرف الكمامر مع من كتلاقى كيتسناو كطيح ليها الغزال بلاك كنضربو مع عمك لا مع باك ما عرفتش نضربو مع عمك ولا مع باك
لهذا المرأة تعتمد على راسها، بس قلت ما جاتها شي دقة تكون واقفة على راسها. إلا كنت كتعتمدي شتي أنا نعرف فاش كنت بغيت نتطلق، ما فكرتش في فلوس، ما فكرتش في مستوى المعيشة اللي كنت عايشة فيه، ما فكرتش شنو بيوقع، ما فكرتش في الطلاق، ما فكرتش في تصاريح طبي شمتو فيا، ما فكرتش راجعة لبلادي مديرة تدار من 10 سنين الزواج، ما فكرتش مشى ليا شبابي راه من 18 عام ل 28 عام، راه شباب هذاك راه عمر 10 سنين من حياتي انا مشات. ولكن الا كنتي كتحسي براسك انتي في قطار غلط، وقفي في المحطه الاولى بدل ما تطولي عليك الطريق وتولي في الرجوع بتخلصي كتر. وقفي، اشنو هو الخلاص؟ خلاص هو العمر كيجري. اي حاجه وحده كنحمد عليها الله وكنشكره هو ديك البنيه اللي راه بحمد الدنيا. كنجلس فراسكم انا اللي ما صورتش دابا واللي ما قدرتش عليها دابا كنقول اكيد بنتي غديرها ليا. ولكن عمني انا ما نعست اي جو ديبون دو كلكان من نهار طلاقي، واللي هضر معايا ماشي اللي هضر معايا، انا اللي ما حيدش عليا الغبره ما كنهضرش معاه، انا اللي ما يزيدنيش ما عندي ما ندير به. قاعده الحياه اللي ما يزيد لياش في حياتي، اللي ما يزيد لياش الفرحه، اللي ما يعطينيش، اللي ما يعاونيش، الراجل اللي ما يوقفش معايا، الراجل اللي ما يوقفنيش على رجليا، الراجل اللي ما يدليش ما يدخلش لحياتي. اللهم نجلس بوحدي ولا ندخل عليا انا واحد يبدا يصد عليا في دماغي. علاش انا بغيت نهضر مع واحد مقهقر؟ علاش انا بغيت نهضر مع ناقصه من القهره؟ انا مدابزه مع الزمن على القهره. يجي تقول لك لا ماتيرياليست، اسيدي حسبها ليا انت كيما بغيتي. وي جو سو ماتيرياليست، كيسكو سا شونج؟ كنتي ماتيرياليست ولا ما كنتيش ماتيرياليست، نهار فاش يبي يدوز عليك غيدوز عليك الراجل، يدوز عليك يدوز عليك. اللهم دير الراجل لاباس عليه، اللهم دير الراجل اللي حيد عليك الغبره. غتمرمدي غتمرمدي، حيت الا كنتي بنت الناس غتوقفي مع اللي لاباس عليه ولا اللي لاباس عليه. كاينش اللي لاباس عليهم ما عندهمش المشاكل، مشاكلهم اللي كيجيبوا لك اكثر من 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 من, من, من الحاسقين. مازال الحاسق راه تيجلس في الدار، ما يجيب لك مشاكل، ما يدير لك روينه، ما يشمت فيك عباد الله. اما دوك اللي عندهم الفلوس ما حدو، هو كيتزادوا فلوسه وهو كتزاد عليك الشمته. ادار افعل اخرج اسهر اقصر امشى ادار هني انا انا انا. اللهم تدي الراجل أمو علاش انا بغيت نعطي للراجل ونعاونو ونوقف معاه ونوقفو وندير له وطاطي وطاطا وطاطا وطاطا. انا مازال ما مزوجاش بيه، اسيدي كاع واخا نتزوج بك وندير معاك الولاد ما كاين حتى شي مشكل، عندك واحد 90% وعندي 10% من الصالير ديالي لا بغيت. وقالها لي الطنطون ديال راسي نعطيك منها، ما قالش لي اخويا الطنطون ديال راسي انا بغيت نمشي نشريها غير كريمات اللبق ومن كمارتي وقدامي يكونوا غوز وما نعطيهاش لك توكوغ باش نعرف اش تبغي تقولي. بغيت نمشي في حالي ما يبقاش فيك الحال، على الاقل ما قصيش دبرتي معي. شحال من مرات لقيناها واقفه الراجل، انا عيالات دوزو معايا الحبس وقفه مع الرجال 20 و30 عام ديال الولاد والقهره والزمر والخرا والويل، وطلعوا الشركات في الخرجه قال لها سني الشركه دخلتك الحبيبه ديالي معايا اسوسي دخلي الشركه دخلها الشركه قالت لها صاوب لها جا كيستيسنيها في الشيكات اضرب الفليسات مع الصاحبه هزت لي هز طياره وباليز دوت الفلوس مشى لبرا وصيفط المرا للحبس. هي عاشو معايا عيالات ما وحده ما جوج ما ثلاثه ما اربعه ما خمسه ما سته. شكون اللي عقل عليها نوال؟ ترحمي عليها اختي وغيترحموا عليك حتى انت ان شاء الله. شكون اللي عقل عليها؟ عقل عليها شي حد؟ نو على الاقل فاش كتكوني في انغولاس كتكوني خارجه منها بشي حاجه
بحال باسكو سي كوم سا كيركبوهم وما تبقي وما تطيحيش. انا نصيحه نعطيك، انا اليوم عندي 33 عام 33 كنقولها باسكو تنبقى نقول لكم 33 افورس انكم سمعتوا 33 انا مدمه وانا 90 باش تفهموا، يعني شهر 4 غادي ندير 34. هذاك هو اللي يسمح لك الراجل كتعجبك لا اعطي تعطيش بزاف، اعطي شوي اعطي، حنا ماشي بنات الحرام، مي ما تعطيش بزاف. كيسكو تا ابخي في 2023 و 2023 من نهار دخلات النهار خرجات الحمد لله كبرت مشروعي، حليت محل قدوك دخلة في كازا، كنخدم ليل ونهار، عندي لي كولابوغاسيون، الناس كتبغي لي، الناس كتعيط ليا، كنخدم توسكوتيو بما كاملاش. من نهار دخلت وانا كنتصدم، سويت فيها كلمة علاش اكثر ما تنفست فيها التنفس، سولت علاش الناس اللي اداوني، سولت علاش على الزمن ديال مو طايح عليا، سولت علاش مع راسي، سولت علاش وانا ضحكه، سولت علاش وانا باكيه، سولت علاش سوف، ولكن صافي باش انني طايحه كنوض كندير لكم اشهارات ونوض ندير وهذا 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 وعادي كمال لله تعالى. سي كوم سا ما بقاوش معانا الرجال اللي تقدري تقولي اللي يقدر يقول صبرات معايا بنت الناس، نو اخوان مو مشاعر ما كاينينش، كيحشموك كاينين الرجال كيحشموك. كيحشموك انا شفت صحاباتي تمرمتو كيحشموك، كاينين الرجال كيحشموك. والله كيحشموك وكيديروا لك شي فعل ما هما هادوك شو ترتقوا عينيهم وي 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 هضرتي انا راه اللي بس طايبني هما الجزائريات كباري حرام وتيك توك حلال ها انا ما نهضرش نطبق انا ما نشكلش ايري ايري اش دايرين مجابزين الدواور كثر منا انتي ولا تهضري على الكوزينات ما قالولكش ما خبروكش هاو غير تزدمي بلا ما تخسي لقيت تلف كاكا مع جاوري نزيد نتبعكم نتوما وشاركم كلكم ما كتضحكش هذيك ناول كتهجر اش كتضحك نهار وما طالو هي تغوت على دوك الاولاد كون جات في فرنسا كون داو ليها الاولاد او اي نعلبك نعل والديك وهكا تجرف ولادها داكشي افلام ولا واحد داك الصلاي عطونا اختي حنايا ابتسامه عطوني ابتسامه اللي بقى لي تا نوض لي شي وحده وليت اختي هنايا وليت بكثرت ما النفسيه ديالي ما بقاتش قاده تهز شي حاجه وليت نهرب كنتفرج في مولينكس كنموت عليه كنبقى نتفرج فيه تا كاين الناس
حنين نفهم لا ما كاينش. شوفي اختي الله يعاونها معاهم، ولكن هذاك الولاد هكا كاش كيفاش غادي يطلعوا؟ انا ما انا فراسي نتا فراسي بارك عليا حتى حنا كنتفرج فيك حبيبتي. اللي راجلها كنسمع تقول هالو، اللي راجل راه يطبطب على المرأة راه حنايا هما دوك اللي مكتوبين في القرآن بلاتي نقول لك الرفق بالقوارير، راه حنا هما القوارير. اي ضرب الراجل اللي يحقر على المرأة، وضرب الراجل اللي تعدى على المرأة، ضرب الراجل اللي يبكي على المرأة، ظلم. والله هي ما تخرج ليه طريفة. اشنو رايك في صاحبي اللي كتخور صاحبتها مع راجلها؟ صاحباش لا تظني بلي هو راجل. هو اللي مش راجل باش تعيشي في هاد الدنيا خاصك تكوني بنت الحرام باش تعيشي في هاد الدنيا. خاصي فاش يقول لك انا باغيك المعقول يقول اخويا باقي انا ما باغيش المعقول. ما تزربيش وتضحكي وتزنقوا لك حناكك. قول اخويا انا باقي ما نعرف انت شكون، انت ما شيطاش على والديك الا جا قال لك باغيك المعقول تنوضي تقولي لي هي ما عرفتي تجي نمو جايك داخل عليك بالكريدي ولا ما عرفتي مالكي. عندك 20 عام سيري ضحكي وكولي وشربي وتصاحبي مع قبك وعيشي الحياه. لا الزربانه وتزوجي في 34 عام الصقعه. يلا 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 تعرفي الحياه شنو بغات؟ نتوما زربانين تزوجي في الاخر تجي تكتبي لي انا يعاونني بالحليب راجلي جالس ما عندوش ولاش ديتيه؟ كطيحوا عليا الضيم مشاكلكم ومشاكلكي مشاكلي حتى هي. يا ويلي لاش ديتيه؟ انتي من الاول عرفتيه ما عندوش ولاش ديتيه؟ تجي قبل الانستغرام وتمشي تبردي فيه السم. هو هيني انا هو راه حازق من الاول داك حازق. نهار الاول عطاك 5000 درهم في 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 الصداق ولا عطاك 2000 درهم في الصداق، واش نبغيت يجيب لك الرولكس؟ نتوما اللي كتزربوا باغيين تزوجوا ولا باغي تزوجي صبري معاه على الاخرى وقعدي وسكتي تصدعي لي انا دماغي. الناس فاش يمشيو يقراو ونقولوا لكم سيروا تقراو راه الدنيا ما فيها والو. نتوما شنو نتوما قالوا لكم تيك توك شي بيحيد حوايج شي بيقول انا الحمار شي بيقول انا الجميله شي بيقول انا المقرا شي بيقول انا الناس تسطات في داك التيك توك. لي زانفلونسور في المغرب راه حنا عاقلين صافي جمعات رجليها ملي زان في اليوم حتى تمشي الدفعه ديالي عاد باش يطلع دوك الجنيات الاخرين. دوري مع راساتك وضحكي راه ما بقاش الراجل اللي ولا. خليني ساكته راه الرجال ولاو كيكرهوني. نيت انا نخرج نلقى المراه جالسه في هاد البار والراجل جالس في البار لا تبارك الله ما شاء الله فوفونديم فاين فامي تبارك الله فامي. تخليني نسكت اللهم اختي نجلس بوحدي. هادشي اللي كاين جلسي بوحدك جلسي بوحدك اختي شويه جلسي بوحدك جلسي سيري المدرسه اختي 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 عليكم.
كيجيني السم من شي وحدات. ما مشيت انا للمدرسه وليسي على خاطري وفقت الصباح لقيت فطور مقاد. ما ساليت المدرسه وقالوا لي واش باغا تقراي في شي جامعه، ومشيت لديك جامعه وكراو ليا. ما مشيت كريت وقلت لهم ما عجبتليش هاد ليكول، بغيت نمشي ليكول الاخرى بغيت نقرا فيها. ما باسكو الظروف ما سمحت ليش. وكتلقايها كتفيق كتلقى حوايج مصلوحين، بيتها في بيتها مفيكه مزمره، تتفيق كتلقى الفطور، كتكمل الباك كيصيفطوها لشي قرينه فين 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 تكمل القرايه ديالها. هادشي ما نعاودش لك على دوك اللي والديهم كيصيفطوهم لهذا لفرنسا والامريكان يكملوا قراياتهم. هادي في الاخر تجيب لك شي مزلوط تقول لك باغا نتزوج بيه، الله يعطيها مصيبه. مازال حنا تزوجنا صغار هربنا من الاخر. نتوما باغي طيروا تزوجوا صغار ما عرفت علاش. كنقول لكم الهضره ديال النفس والله ما تقول لكم شي وحده هذا الشيء. كل ملي طلعت تقول لك انا يا بابا اي ماما. ما جبتينيش الخاتم بغيت نشري وحده. ما عرفتش حبيبتي شمن خاتم كنضل داير الخوات. لا ماشي رجال الله يعطيهم قطيعه، نو انا ما قلتش لكم رجال خايبين، نو كاين رجال ولاد الناس وطاطي وطاطي، ولكن كوني راسك توكور. سكينة لقيت راجل يبغيك ويحقق لك كل شيء، واش تبغي واش تبغي تزوجي به؟ وماشي مساله يحقق ليا وخصني انا، وما تبقيش تمشي وتدخلوا على الرجال باساس انه هو بيدير لك كل شيء. ونهار هذا الراجل بغى يجربك الزربيه وغيدي لك كل شيء، وانت لا ما دالكش كل شيء باسكو هو كان كيدير لك كل شيء، وفخص انه دار لك كل شيء كتكوني كتسطي عليه كتشوفيه هو من بعد سيد ربي تا والديك تقدري تسبحي فيهم. ولكن نهار هذا الراجل يجي لك شي حاجه غتعيشي واحد الحوايج اللي خايبين. واش فهمتي؟ ومن غير ما تكونيش ما سنا غيانا فواغ مع القيمه، ولا مش عاطي القيمه وداكشي. شوفي الا بغى يديرها بك بيديرها بك، كاين القيمه الاخرى قيمه هاد بيشوف لك في القيمه. هو عاد بيشوف لك في القيمه، كاين لا قيمه لا والو. فاش كيبيو يجرو بك الزربيه كيجرو بك الزربيه. غيتا غيتو غيتا بغا تزوجت بكري. تتعجبني هاد الاغنية فاطمة يلاه جدا كتكلم.
انا مضيوم، ماشي مضيوم انا. ديما انا كنقول لكم الكوطي الزوين والكوطي الخايب. طبعا كاينين ولاد الناس. زيديني الحب، عرفتي غسلتو البارح تيبري. زيديني الحب وكزيديني، وانا رتخطتي. الواحد يدير عليها وجهو، اكزاكتومون. فجأة صاروا رجعكم تعطوكم كل شيء، كون قلت لكم واش ما كيعطيكم والو ربنا نفرقوا شي حاجة، كون فجأة تولي تسبوا فيهم. لا انا معنا، ما شوفي انا ما كاينش هنا، انا ستاج اخر، ستاج وحشي. سيدي كاين راجل يجي هنا دابا نضل نمشي مع هاد الفلوس ولا خمسة. انا كنقول لكم كتقولوا لي النصائح خاصك تجوجي تو اوكا، خاصك تجوجي قراي وخدمي وسافري وعرفي الوقت. قريت تعليقي شفت بنتك في فرنسا في موناكو كتشبك مش على غزاله فما حبيبتي حياتي هادي مره عليكم مره عليكم ما كاينش حوايج كاينش حوايج الله يسمح لي كيخلونا كنسول اسئله خايبين. فانتا مع العائله ديما حضره، واش كتفرجوا كمال الباشا؟ لا انا باش نقول لكم ان انتم كتبعوني من زمان، وداكشي انا داكشي ديال الحواله، داكشي ديال تعرفي على شي واحد قاوري دوز ماشي كيفات ليا كيفاش نخدم نتعرف على شي واحد. والله انا فوق الموضوع شو دي فرصيتو بيتي زم الله يخليها لك يا اسلام. بعد ما كنا ونشوف كده لما نغيب تعتبروا بعض موقت وهو كده احسن لي وليك. شكون كيخلص لك مدرسة بنتك؟ وليك شكون كيخلص لك مدرسة بنتي؟ باها لا باش كيدير محمي وانا في سمايا الحياة اللي انا عندك عايشتها صافي يا سلطان تيفو صافي اكزاكتومون. لا 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 ما خيتكم تخليني سكر من ثلاث تشوفوني الخير ماشي ما ولا ليلى بغيت نبكي علاش بغيت نبكي؟ انا ما تبكيوش عليا، انا ما تبكيوش عليا، انا هي المرأة اللي ما عمرها، انا هي المرأة اللي ما عمرها ما تنسات لشي راجل كنبصم هذيكم بالعشرة الاف. انا ما عمرني دست في حياتي شي راجل وطفروا من ورايا اقسم بالله، وما عمرني كنت في حياتي شي راجل ودار شي عائله وزاد وتخاصص غوت ولا هو باقا كيشل واحد بالامور. والله مي انا اللي قلت ستوب ستوب ما كيتفرجش ما غيمشي ولا يعني ضرب عليا بلاصتو خلاص سلام سلا ما بغيتو كيخرج لك فاس وكتعرفي شنو تحت منه ولا كتبقاي ديك مرونه ديك الدروينه نتاقوا بعد وانتو كاينه حبيبتي. لا ماشي انا ماشي افتخار شي باش ما كيجيش من المراه مسخوطه انا كتهرب من ملي كنقول من هذا منحوس قضيت انا مع انتي الرجال اللي عندهم انستغرام بالنسبه ليا كاع من رجال هاد القصه انا بيت شي واحد ما تيعرف حتى المغرب فين جا حتى انا باغي نطفر مع هادو اللي كيعرفوا كميرتي لي زيستوار واخا اللي دوزنا انا ما باغيش واحد من هاد الدوار قصه معاهم ضيعوا مني انت اللي قالك كيتفرج فينا عندي طز شاف عليا انا راسي ولا شاف على والديا دي وحده قلت ليا حبيبه ديالي انا نعاود لكم وحده بغيت نعاود لكم وحده هذه وحده كانت صاتت ليا قالت ليا شنو بينك وبين راجلي قلت ليها والو كنعرفو كنخدم ليه واحد الزمر
نو قالت لي كيهضر عليك بزاف في الدار. قلت لها وي انا سوقي كيهضر عليا ماكش انت ما كيحترمكش. هي تقول لي صافي المهم شافتني ما ما ما, ما تزربش عليا ديك الزربات ديالك. قلت لها سرختي سير. قلت لها تا داك. قلت لها واخا ما دار لي الولد والو قلت لها تا داك ندي. وي جبت شري معايا المعرفه. هي تقول لي وي قالت لي نعاود ليك انا تزوجت بيه وكان بغي زعما هي كتقول لا ربما غلامور با تدور ليا بيه ولا شي حاجه بلاتي نبكي عليها ونشكي عليها هاد الشكه باش حتى الا كان في راسها شي حاجه ولا مستيش انا راه جيتو تخبي على والديا والديه وداني انا عندي 22 عام وكلبر لا راه صيفط لي التصاوره وانا نقولها شتي هذاك ديالك انا مدوزه الحبس وعندي بنت عمرها 12 عام ودوزها الكيلومترات في الحياه وما ديش وما ديش اما بالك نديه بلا خبر والدي وعندي 22 عام انا فاش كانت عندي 18 عام ردت النص في القصبه ما بغيتوش والنص في العالم جبتو لبو قلت ليه لا راه كنضحطك وقال لي نتزوج بك وجبتو ليك باط انا نهضري وباقت لا ديال العصا. قلت لها سيري اختي سيري انا والله ما شايطه على راسي ولا حبابي انا اختي عطاني العز والقيمه والعز والقيمه والعز والقيمه وحاجتي كيتسطاو عليها العيالات كيتسطاو. شتي دابا انا نجيب لكم زباله نختاروا من هنا نقول لي زدنا في مثلنا وياك فيلم ندوزوا به واحد الشهرين ولا 3 شهور نقادو نلبسو ونركري ليه شي طوموبيل نعطيها ليه اللي كبر شنا ولا صغر شنا بغاتو ما سولات عليه شنو عنده ما عرفاتو ما تشاج في انه ديال غلامور وتابع اختي. قلت لها سيري اختي حرمت عليا ديك الكولابوراسيون عطيها مصيبه تا ولا راجلها كيسب فيها عيط لي قال لي لا راه بات جات تعتذر منك. قلت لها سيري اخويا انت وهاديك داك الخرا ديالك انا راه الخرا في حياتي اخروري ها سير انت وداك الخرا ديالك ما ندير لك لا اشاره لا زمر. قلت لي قلت لي سير سير اخويا سير بكلكم ديروا بكم فيكم مشاكل. وقع لي انا اتصل انا بشي وحده هادي طرات لي بحال شفت وحده تصورت في البروفيل قالت لي هاديك والله قلت لك انا تزوجت بيه عندي 22 عام تقولي فيها لا يعطيك شي مصيبه تجيك مره مره نتزوج هنا بالراجل بلا خبر دارنا ما يجيب لي مي بالسيف ما كثرتو علينا قماقمي طلعوا لينا في الراس انتي راه فاش كنخرج كتصحاب لي انا هي مولات الملك انا فاش كنخرج انا وما عرفت شنو والو نطيع صح البنات صحاباتي على عيني وراسي شي حاجه اخرى بغيتي تستافد من الدعم الاجتماعي المباشر في وجهه الاقرب وكاله كاش بلوتوكس ما محترم وليد لا قيمه لا انا غير فورما لي احترام تاع انا كنت نموت على واحد يوي داك نصلي ونقول لك الحمد لله كيعرفوا نشكر ما كتبش فاش ما كيكتبش ما كيكتبش ما عرفتش شنو جيمس انا مكتبه اختي انا مربيش ما فرق عليا يمكن ماشي انا مربي انا متاكده شتي نقول لك حاجه انا متاكده مليار في المية مليار في المية انا ربي مخبي ليا الاحسن علاش ربي ما غاديش يخبي ليا الاحسن مادام انني انا كنت بنيتي وبطاقتي وبقلبي وبخدمتي وبلون سافواغ فيغ بلون سافواغ فيغ راسي بتصيلتي بكتافي واش فهمتي ها علاش كتخلق لا مرتك شتي مدير راجلي نهار جيت لزهر وقال لي دابا تخطفني لي قلت ليه ودابا هي تخلي العالم لهنا وتشوفك انت وكنضحك بكل ثقة اماني الحب حتى انت جلسي معايا وشتي دابا راجل مرة ما شفتي ديال مخي بقى هو بوحدو في الدنيا سكنت كنبغي واحد مابقاش مسوقني شنو ندير مازال كنبغيه خليك تتبغيه بقاي كتبغيه شي حاجة ركبي من ورايا شوف يا واحد الحاجه انا المعادله اللي كنديرها في راسي انا انسانه كتخدم بحال انا كنت شي ما جيت نريدو على الخدمه
مشيت ادري دويت المحل انا مشيت للخدمه مي انا ما بغيتش نخدم انا عارفه كي عامل ليا الحمد لله مي مسكت حتى شوفي شتي كونطون نيم كلكا راه ماشي عيب شوف شحال انا بغيت لكم هذه الجمله قلت لكم راه ماشي عيب تبغي شي واحد وما تنجحش العلاقه وماشي راه ماشي فاسيل انا ندوز عليك سهله عادي انا انت اي واحد راه انا ماشي احسن منكم غير انا كنهضر لكم على الاختيار وفاش كنرسبوا في واحد الاختيار على الاقل كتكوني اش كتقولي اليوم شنو كنقول لكم كنقول لكم العلاقه فيها جوج الناس فاش كتكون العلاقه فيها جوج الناس وجوج الناس الله يعمر هضره انا بنت عائله مثلا هو ولد عائله يمكنش نخرج نصف في داك الانسان حيت انا دوزت معاه كل اي حلوه وزينه في الدنيا واش فهمتي ولكن ما كتكتبش باسباب اخرين واش فهمتي باسباب اخرين ني صافي باش كنا داك الانسان غنوض نخرجوا نسبوا ونديروا هذا وهذا واش فهمتي شنو وصل لك ما يمكنش بزاف الناس يقولوا لي دار لك فعل لك ترك لك انا ما دار لياش والله القاسمي ما دار ليا انا كنقول لكم انا داك الانسان ما دار لياش ما ادانيش ما ادانيش دابا نتوما كتقولوا وي سكينه علاش ما هضرتش لينا على هذا الموضوع علاش وعلاش وعلاش انا داك الانسان ما ادانيش واش خصني نوض نسب واحد الانسان ما ادانيش انا ما دار لياش والله ما دار ليش حاجه خايبه انا جاكسبت با دي شوز انا كنعاود نقولهم لكم فاش كنكون نموت خايب كيكون ليا شعري خايب بزاف 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 تيسولو ريحتها انا كتوقع ليا ونقولي ليا ريحتها البوناني اختي انا البوناني 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 هو البوناني جاني فيه كادويات شريت فيه دهيب شريت فيه دوك لي بوكل لي شتو من غافينيتي شريت الساك نتاع لوي فيتون شريت لي صاحبتي ان بارفان فاتي فاتي اجل بعد زيتكم مستكينة اجل بعد زيتكم مكتبش فوالا خمتي انا ما نقدرش سي سي با سي بلي بوسيبل حيت فوالا صافي فاش كنعاود نقول لكم خايب ولا ما باغاش ولا ما نقدرش فوالا كنتش باسكو فوالا فاش كتسام سامحي هذا شاوج نورمال ما خصكيش تسامحي اليوم راه ماشي باسكو انت مبلوله باسكو انت بغيتي تبقاي مع داك الانسان ولكن انا فاش كنقول ستوب ستوب وجاوب جيت نورمال من قبل من الناس اللي خليتهم في 2023 وهذا لا يدل على انني كنكفره ولا كنهضر ولا كنهضر نو كنموت عليه ما يطلعش لي ما كيجروش لي انسان كنعاود براحتي الحاجه اللي ما بغيتش نعاودها ما غنعاودهاش واحد الانسان اللي وصل البلافون ديال ديال الصبر ما بقاش عندي ما نجلسش معاه ما كانش خاصني حتى شي حاجه ما كنتش خاصني حتى شي حاجه كنت مسافر كنت نعيش كنت اي حاجه بغيتها ولكن راه دي فوا راه ما يمكنش تسامحي نوبه وجوج وثلاثه وربعه ولا ما بقاش تبالك و دابا الله يسهل على الجميع ما كنعرفوش غدا ولا بعد غدا شنو غادي يوقع كيفاش ما بغيناش باقي كنبغي نعطياتنا مي ما كتصلحش لبعضياتنا ما عمركي ما تصلحي الالم ديال العلاقه ودخلي علاقه اخرى اول حاجه ما تقدريش تدخلي علاقه اخرى باسكو باسكو ما يمكنش تدخلي علاقه اخرى حيت الا كنتي سانسيغ في واحد العلاقه مستحيل تدخلي العلاقه اخرى
فاش كتكوني فشي علاقه سانسه وكتكوني هادشي راه شوفوا هادشي نتوما كتصحابوا تتحبكم باش كتقدروا تاديو بيه بنادم اللي عاود لكم راه ماشي باديه يا عباد الله البنات راه ماشي باديه هادي هادي راه ديزيكسبيريونس ديال الحياه كدوزي منهم هادشي راه حاجه راه كيوقع في احسن العائلات ولكن ما تخمي ممكنش تصلحي علاقه بعلاقه انا ما عرفتش كيفاش كتقدروا ديروا لي نتوما لا اختي ما يمكنش تخصك لو طون تخصك الوقت الوقت كيصلح جروح كيصلح كلشي كيصلح كلشي لانه ما كاينش ستيب على غلاسون اللي كتكون غير دايزه ولا كنقدر نقول زعما ما كاينش حتى انا مع مرا فاش كديرها كتديها كتضري انا جو بلو ايمي سي لو كونترير سي نورمال ميمكنش تصلحي غلط بغلط ما ديروش هاد الغلط مش بغيتي تشوفوا فيا انا طز انا بعدا نقول لكم واحد الحاجه كاين شي حوايج كنديرهم بقيت تنديرهم ضد الظن في الناس باش تعرفهم يعني كنت واحد المده ضد الظن في فلانه وضد الظن في كره اللانه وضد الظن كنت راسي كنادي انا راسي كنضيع الوقت تندير هكا في المكان كنلقى انا عندي 33 عام وكنعرف انا مزيان كيوغا غيان مع شي حد اخر الوغ بودا ماما اشنا سمحوا لي بصح انا مريضه ما تصلحيش علاقه بدخولك في علاقه اخرى نو ما تصلحيش علاقه بدخولك في علاقه اخرى نهائيا خدي وقتك عرفي انت ممكن الله يرحمك تاخذي وقتك نسي هذيك العلاقه تداوي من داك الجرح تداوي من داك الجرح واش غادي يهربوا الرجال الزمره ما عرفيش راه موجودين بحال الزلط الريحه زوينه في هذه الخريقه درتها البارح واش انا رجعت لبابا تقدر تعاودي دابا مستحيل كون جيتيني شهرين هادي ولا 3 شهور هادي نقدر نقول لك دابا نو فبا ايدياليزي لي زوطخ نو ولكن دابا كاينين شي نوع ديال البنات هذا هو المشكل اللي واقع هنايا لا ماشي صراحه الحبيبه ديالي هنايا بيلي انا بيلي كاين واحد النوع تاع البنات اون بارلو على لا غولاسيون ديالها اش كتقول هذا بيت شمتو فيا بيديروا ليا واش نرجسي حيت باينه كتبان نرجسي يا اختي انا جد كاين حبيبتي سكرا سكرا اختي نبدا ورجال موجودين ودابا نتوما راه عندكم مشاكل باش تعاودوا تلقاو راجل اخر انا راه ما عنديش مشكل باش نلقى راجل اخر اقسم بالله ما عندي مشكل اويلي راني غلامور انا جي جامي دو بروبليم بور تروفي امك حياتي نضرب طق بوطون الطياره اللي بغيت المدينه اللي بغيت البلاد اللي بغيت الجنسيه اللي بغيت الديانه اللي بغيت نورك لا البوطون نجيب منها راجل ما عنديش انا حد نشق في حياتي خمسه وخمس لا ضربوني حتى في بعينك في هذا الموضوع هذا ما تستعدش توكوخ انا زوينه مرتاحه بوحدي عرفتي غنفرح بزاف شي وحدين بهاد اللايف فرحانين شي وحدين سكين كيفاش كتعيش مع فكره تعيش مع الفراق واختي فرق انا تمرمت نكذب تمرمت تمرميده خيبه ما كتلغد جوج ونص اجي نقول لك علاش ما كتحط رديش هو الاول تمشي تسقعي لا صافي هذاك العيب ايوا صافي لا باقي جايين في ودابا انا بدا نهرب واحد 4 ايام ولا 5 ايام نقدر لا حميد داير بحال انت مالك داير بحال المراه داخل في سوق العيالات حنا عيالات كنهضروا بيناتنا لك داخل في سوق العيالات وانا بدا انا بدا راني قال لي طنطون دابا ديال راسي وبغيت نمشي لبرشلونه ولا نمشي دابا لبرشلونه انت مصحي ايوا استاذه بشرى براده مرحبا بك في التحدي قولي لي انت المفروض كنتي خرجتي تاع نهار 11/2 الناس اللي خرجت تاع في لما ما ترضي من خلقه الله بيمسخك ماما تقولها لي مسختي لما نفخت شفافي قالت لي مسختي هذه مسختي كانت صادقه فيها احنا ما نرضى بخلقه الله بعدين شو الله يمسخ بعدين نستوعب انه الله شو هذا الله ماما كان عندها وجهه نظر فعلا بلشت ابسخ
يا راجل بنادم صداع قال لك ربوب مرزق وفرح خرج وراه حالف فيك قال لك كي تدوغي وهنا دعاك سيرت لي الفيديو ولكن عارفه ولا ما نعرفش رد عليه خاطر عندها خو لان خوه اختي بعثي الفيديو في هذا البورطاج في الواتساب بعثي لي نشوفه بعثي لي الله يعطيك المصيبة. مرحبا بك. العالم الدنيا ما تتعجبش. أنا حيدو تيك توك في المغرب. ياك معزز مكر. 5 4 3 2 1 مريم بنت منيرة حين ابن سهام مريم بنت أبيكم معا هذا لا انا زاد دغمو لينكس ما قدرش نطلق دغمو لينكس لا ينطلق شي كلمة بون البنات انا غادي نخليكم والمهم شاركنا اليوم حويجات حتى غدا ان شاء الله كنتمنى له اللايف يكون عجبكم انا قلت لكم انا كنبغيكم فوالا بالنسبه لشنو دويت معكم فيه لو كان الموضوع يعني كي يتعلق كوبس وكاينه بوحده وما فيهش طرف اخر لكن تعمقت لكم في الموضوع لانه يمكن التجربه اللي كانت ممكن تساعد المتابعين اخرين الناس اللي كيبارطاجيو داكشي اللي كنقول ما خليكم تاخذوا في تيك توك ولا عرفوا اشنو كتبارطاجيو باسكو بعد النوبات نتوما كتبارطاجيو باسكو كتبغوني ولكن كتبارطاجيو كتقطعوا اللايف بكلمات وكتاديوني هادشي ما كيعجبنيش ف هادشي اللي بغيت نقول لكم سينو انا راه انا جو سوي ان فام فورت فوزا كيتي سورتو با الحمد لله وصلت شي حوايج غراسه لسيد ربي وانتوما و غنعاودو نرجعو لذاك لا بيرسون اللي بوتيت اوجوردي اون سونطون بلو ولكن كوميم كان يعني كان لي فضل كبير عليا في الحياه مي فوالا لامور راه كاين مي مفاهمه ما كاينش مالوغوزمون جو فو زيم جو فو لاف فريمون والله العظيم عرفتكم كتحسوا بيا وكنعرفكم ما كتبغيونيش نكون مفقصه وما كتبغيوش كتبغيونيش نكون ديوما وما كتبغيوش حتى حاجه ولكن ثقوا بيا انه انا راه جو في تري تري بيان فهمتوا هاد اليوم تصبح طالع ليا الدم شي شويه باسكو فوالا بغيت عندي خدمه وبرا المغرب والوقت ما تيساعدنيش وعندي خصني نصور لكم لي صود وبزاف د الحوايج داكشي باش مرونه شي شويه بغيت نمشي نشوف بنتي وفوالا هادشي اللي كاين يلا نخليكم على خير بيزو